ان شاء الله كما كتشوفوا شوف تي في جات لعندي استضافتني اليوم في هذا الحانوت كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الخير اللي حنا غنديروا حنا مجموعين كاملين كمغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. المهم كما كتشوفوا هذه المبادره انا بديتها على حساب الحانوت، جاتني فكره زوينه مبادره الحانوت، هذا هو خاص يكون العنوان ديالها، مبادره زوينه بزاف، وكنصحكم اخوتي وخواتاتي ان شاء الله ديروها لان مبادره ناجحه بزاف بزاف بزاف. وديروها وما تفكروا في حتى شي حاجه، ديروها لله في سبيل الله وان شاء الله غادي تنجح كما انا بديتها ونجحت ليا. بديتها في الايام ديال الحجر الصحي، بديتها وصدقات مزيانه وصدقوا الناس كيساهموا في ديك الكرتونه اللي هي كرتونه كتكون خاويه، ومن بعد في العشيه كنجي كنلقاها عامره كنفرح بزاف، واحد الفرحه كتكون زوينه بزاف. كل نهار كياخذ واحد قفه جوج قفات، المهم عندك جوج قفات في النار ولا ثلاثه، المهم مشات مسيره مزيانه. انا بغيتكم حتى نتوما ديروا بحالي وتنوضوا حتى نتوما وديروا هاد الكرتونه في الحوانت، واي واحد يقدر يديرها، اي واحد يقدر يديرها، واخا تكون مرا مزوجه واخا تكون اي حاجه تقدر ديرها، تحط الكرتونه في الحانوت وتمشي بحالها لدارها، تقضي شغاله ديال الدار وترجع في العشيه تشوف الكرتونه، داكشي اللي لقاتو فيها غادي تصدقوا. حيت هذيك السيده ربما تكون ربت بيت ما عندهاش المصروف زايد باش غادي تصدق ولا شي حاجه، هذه صدقه ديرها عليها وعلى وليداتها وعلى صحتها وعلى جميع المسلمين والمسلمات. المهم انا الصدقه دايرها بالنيه ديالي للصحه ديالي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ودايرها ربي ان شاء الله هو يشوف فينا ويرفع علينا هذا الوباء باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، لان توحشناها بزاف والناس مساكن مضرورين بزاف. الله يشوف من حالنا والله يشافي جميع اللي هما مرادين واللي ماتوا، الله يرحمهم يا ربي. هذا هو الفائده عندي من هذا الكرتونه، هو ان ربي سبحانه وتعالى يرضي عليا، وهو الناس انه تدير بحالي وعادي باش تبان، وعادي باش انك تشار من واحد الحاجه اللي هي فيها منفعه وفيها مصلحه لربي سبحانه وتعالى، والصدقه والصانع عليها الله سبحانه وتعالى. هادشي هو اللي بغيت ندير، وما بغيتش نطول عليكم بزاف، بغيتكم حتى نتوما ديروا بحالي. اي واحد قريب لي شي حانوت يمشي يدير في كرتونه ويكتب ورقه بالستيلو بالفيتر، يمشي يطبعها في المطبعه في اي حاجه ماشي مشكل، المهم كرتونه راه معانا في هاد الايام ديال جائحه كورونا، حتى ان شاء الله ربي ملي يرفع الوباء وبنادم يرجع للخدمه ديالو، وديك الساعه راه كل واحد قاد براسو. اما حاليا خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، وايد في ايد، وحنا مغاربه وكنبغوا بعضياتنا وكنموتوا على بعضياتنا. الناس داخل المغرب وخارج المغرب وتابعنا الناس من الجزائر ومن تونس حتى هما فرحوا بزاف من هاد المبادره، وان شاء الله ان شاء الله تكون ناجحه، وحتى نتوما خوتنا التوانسه والجزائر حتى نتوما ديروا بحالنا، وان شاء الله مبادره راه زوينه. وما تراجعوش وما تندموش وما تقولوش لا غنحشمو، ما تحشموش، سيروا عند مول الحانوت وخا يرفض واحد اخر غادي يبغي، المهم قنعوا، حاولوا تقنعوا تبينوا لي الفكره فيها الفائده، اللي هو في الحانوت الناس غيتقداو غيلوحوا في الكرتونه، ولي فائده غدا قدام الله راه حسنه ليه، حسنه ليه ووليداتو. القفه هذه كيفاش انا حتى استفدت منها، وكيفاش حتى شفتها وعرفتها وعجبتني الفكره، كانت غير صدفه، غير صدفه مع واحد السيده قالت لي لمياء انت عزيز عليك الحسنات، كي عندي كي ما عنديش، انا عزيز عليا الحسنات، وشي كنفتخر به، ماشي كنقول لكم كنوش عليكم ولا افتخار، نو هادشي كنقول لكم باش نتوما ديروا بحالي، ماشي بالفلوس ماشي بحال اي حاجه غير بكلمه زوينه. المهم انا جات عندي قالت لي خاصك دير واحد الحاجه انا راني دايرها، وسيده مزوجه الله يسهل عليها، ودارت كرتونه في الحانوت والكرتونه مشات مزيان وتوافقات فيها، ونط حتى انا قالت لي ديري بحالي، درت حتى انا بحاله ديال الكرتونه، وهي شافتها من عند الناس داروها في القصبه في المحمديه، وشافوا ديك الكرتونه نجحات وعطاتني فكره، قالت لي راه كرتونه داروها الناس في القصبه في المحمديه ونجحت الفكره ومشات بحال ما هكا. هاد السيده كتحط الكرتونه والناس اللي باش مسخها الله كيحط، اللي كاين مول باكيت السكر باكيت اتاي باكيت الزيت، هادشي اللي كاين. ويا الناس كحطت عندنا السيده القفوه العام اللي فات مزيان، وهاد العام الناس ثاني حطت هاد القفوه ثاني، الناس كيتعاونوا معها مزيان، وكنتعاونوا معها حتى حنا مزيان.